فيما يتعلق معاليك بأهالينا في الوديان وتأهلينا في عربية عملية الانتخابات. كم عربية عندك؟ عندي يا فندم لكل تجمع عربيتين. طيب يعني عندك حوالي 40 عربية؟ اه يا فندم. عنده حوالي 40 عربية؟ هتنقل المواطن اللي جاي. فيما يتعلق بالمغتربين معاليك؟ المغتربين في لجنة هنا في الطور مغترب، وفي شرم الشيخ في لجنتين، وفي المطار في لجنة. فعايز أقول طبعا كل التسهيلات موجودة لأولادنا إن هم يأدوا الشهادة بتاعتهم أو يجي يدلي بصوته، يدلي بصوته بمنتهى الحرية وبمنتهى الضبط والربط ومنتهى النظافة والسهوله واليسر. كان كل ما اطلبه بس دائما الناس تنزل. دائما معاليك بتراهن على المرأة السنوية. اه طبعا. على فندم يا فندم. المرأة السنوية انا كنت لسه دلوقتي عامل مؤتمر مع المرأة تكون، وفي الحقيقة كرمتهم كلهم على اساس ان هم لسه منتهيين من الدورة بتاعتهم، وانا اتصورت معاهم متباين. حضرتك اديت تعليمات لهم لجان خاصة يا فندم دلوقتي. بس شوف اللجنة كده من جوه بعد الزوم.